بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا هو تحليل الشبكات. اكو العديد من المسائل او مشاكل التحسين ممكن ان نحلها بافضل طريقة من خلال تمثيلها بالرسم البياني او على شكل شبكة. يمكن استخدام نماذج الشبكة للمساعدة في جدولة المشاريع المعقدة. من عندنا مشروع كبير وما نريد اللي يتخربط الجدولة مالته، لأن تعرفون هاي المشاريع تجي خطوة بعد خطوة، ما يريد ان هاي الخطوة تتخربط، فلازم يرتبوها بطريقة معينة. هاي يسموها نماذج الشبكة، هي هاي المشاريع المعقدة الكبار يدخلن ضمن هاي النماذج اللي تتكون من العديد من الأنشطة. فإذا كان مدة كل نشاط، والنشاط هنا أنا أقصد به عمل معين معروف على وجه اليقين، فبإمكان نستخدم في الطريقة يسموها CPM اللي هي Critical Path Method، يسموها طريقة المسار الحرج. Critical معناها حرج، لتحديد طول الوقت المطلوب لإكمال المشروع. وكذلك CPM ممكن أن نستخدمها لمعرفة المدة اللي يمكن فيها تأخير كل نشاط في المشروع دون تأخير إكمال المشروع. القصد، خلنا نقصد مثلا اليوم عندنا جامعتنا ونريد نبنيها. الجامعة بنت على عدة خطوات، أولا مسحة الأرض، بعدين أجل مقاول خطط الأراضي وبدأ يبنيها، ومسبقا أصلا هم هم عندهم الخطوة مال رسم المباني. بعد خلينا نقول ما كمل هذا صار لنا يعني وقتين، وقت المشروع خلينا نقول التخطيط مالته، وبعدين البناء. من كمل البناء عندك تبليط الشوارع مالتها، هاي هم خطوة يراد لها وقت، والزرع مالتها، امداد الكهرباء، امداد المي، هاي كلها خطوات شي يجي بعد شي. فكل واحدة من عندهم محددين لها وقت، لازم واحدة ما يتعدى على الوقت الثاني. فالكريتيكال باث ميثود راح يحدد لك النشاط شلون راح يكون بالتتابع، واذا اكو واحد من عندهم مثلا تعطل، فالنشاط معين تعطل، راح يخلي لك فد وقت اضافي بحيث ما يتاخر المشروع مالتك. هي جدولة تترتب. تطوير CPM تطور بأواخر الخمسينات من قبل الباحثين ديبونت العفو وسبيري راند، اللي ما أعرفهم من أي دولة. anyway، وإذا كان مدة النشاط معروفة على وجه اليقين، إذا لم تكن هناك، كان بالبداية بالCPM إحنا نعرف مدة النشاط، لكن إذا لم تكن معروفة على وجه اليقين زين، ممكن استخدام تقنية ثانية غير CPM يسموها PERT. هذا البرنامج ممكن استخدام لتقدير احتمالية اكتمال المشروع، لأن احنا ما نعرف ايش قد ياخذ وقت. تقدير احتمالية اكتمال المشروع بحلول الموعد النهائي المحدد. هاي أهم الطريقة تطورت بأواخر الخمسينيات، وقدرون انتو هذا الشيء الكاتب تاعنا باللغة العربية تقروه. نجي هسه على مصطلحات الشبكات الأساسية. شو المصطلحات اللي راح استخدمها البناء تخطيط المشروع مالتنا؟ أولا استخدم جراف اللي هو رسم بياني، زين، أو ممكن نسميه شبكة نتورك. عندنا مصطلح العقدة، العقدة أو الإيفنت معناه حدث، وراح يجي على هالشكل، هذا على شكل دائرة أكتبه. الأرك اللي هو سهم، او يستخدمون تسمية ارو، معناه ارك او ارو هو سهم. اكتيفيتيز هي نشاطات، ذني كلهن احنا راح نستخدمهن زين. عندي هم دامي اكتيفيتي اللي هي انشطة، يعني قالت لكم شنو الدامي قبلها غير نشطة معناها. هسه نجي الايفنت. شنو الايفنت؟ هو عبارة عن حدث يبدي إلى بداية وإلى نهاية. فد عمل، الإيفنت هو عبارة عن عمل معين إلى بداية وإلى نهاية إنجاز العمل. والرمز هذا قلت أنا مالته. الأكتيفيتي اللي هو النشاط، إحنا أثناء الجدول مالت الشغل، أي يعني بروجكت عندك، أي مشروع تحتاج إلى قائمة بالأنشطة اللي يتكون عندها المشروع، مثلا وقت، موارد بشرية، مال، ماتيريال اللي هي المواد، هاي أشياء كلها أنت تحتاجها. يكتمل المشروع عند اكتمال كل الأنشطة،
بنخلص بنكمل هالأنشطة بالتسلسل مشروع نكتمل. أكو شيء هم لازم نعرفه، إنه كل نشاط أنت تسويه لازم أكو نشاط يسبقه، فيسموها predecessors of the activity. predecessor معناه سلف، يعني بشكل أوضح مثلا جد أب أجداد. فبس هنا شنو معناه؟ معناها فشي سابق، نشاط سابق لهذا النشاط اللي راح نبدي به. مثلا إذا كان عندي شيء نشاط بي والبي يبدي من الأي، فالأي شنو يعتبر نشاط سبق البي، والأي احتمال هم ماكو نشاط قبله لأنه هو قد يكون أول نشاط نبدي به. الأنشطة الوهمية قدامي هنا، هذا نشاط ما يستغرب وقت ولا موارد، مجرد خط وهمي متقطع بهالشكل هذا، نستخدمه على منظر الاستقلال المنطقي أو التتابع بين الأنشطة، لأنه أنت بالنهاية من راح نشوف من راح نمشي بالأنشطة كلها ما يصير تنفرع وتنترك، لازم كلها تؤدي إلى نشاط واحد، شيء لازم يؤدي إلى شيء آخر. فهذا من ضمن الأشياء اللي راح نستخدمه النشاط الوهمي العفو اللي هو الدمي. هسه أكو أثناء الرسم أكو الكونستراكتد مالت النيتورك مالتنا البروجكت نيتورك، إلى فد خصائص معينة لازم نمشي عليها أو شروط خلينا نقول لبناء النيتورك الشبكة اللي هي حياتها. هذا هسه ظهر قدامكم. اولا عقدة واحد لا تمتلك نشاط سابق، عقدة واحد ماكو عندها نشاط سابق، شوفوا هاي عقدة واحد، هاي واحد حياتها من هذا الاي والبي، هذا النشاطين كل شيء ماكو قبلهم. العقدة الاولى دائما ماكو شيء قبلها، او قد يكون اثنين او ثلاث عقد كل شيء ماكو قبلهن. العقدة الاخيرة دائما تمثل اكتمال المشروع، كل العقد تجي قبلها. رقم تعداد مال العقدة الأخيرة دائما أكبر من رقم العقدة الأولى أو العقد كلهن، هي تأخذ أكبر رقم. النشاط لا يمثل بأكثر من سهم، عندك النشاط اللي هسه هياته شفناه، شوف صار مثلا النشاط بين عقدة وعقدة ما يصير يكون أكثر من سهم، لا يمثل النشاط بأكثر من سهم، وبين العقدتين لا يوجد أكثر من، وبين العقدتين شوفوا كل عقدة وعقدة ماكو أكثر من سهم. إيه الباقي الاثنين بخمسمية. يلا هسه شو نقول؟ الخطوة الأخيرة عندك من عندك عقدة هيك هسه مو شوفون المسار بين عقدة وعقدة، اكو مسار يقول يجي على شكل لوب، اللوب شنو؟ يطلع السهم من الواحد مثلا ويرجع للواحد هيك، شلون هسه انا قاعدة ارسم على شكل دائرة هيك يجي السهم، هذا يسموه لوب، هذا ما مسموح به، احنا فقط المسموح به انه المسار يكون من عقدة إلى عقدة أخرى. هاي هسه أمثلة عليها، مثلا شوف هسه هاي ثلاث أمثلة شلون سويناها. الأولى اللي هو هذا الرسم، الأي يجب أن يكتمل النشاط أي قبل النشاط بي، شوف الأي بدأ من عقدة كل شيء ماكو قبلها، هذا نشاط أي من الواحد سويته للبي، البي يجي وراها، إذا البي ينطلق من الثنين للأي للثلاثة عفوا. activity A must be completed before activity B. اجي هنا اثنين يقول الاكتيفيتي اي وبي لازم تكتمل قبل الاكتيفيتي سي، فالاي حياتها حط لها عقده وارسم لها سهم، والبي هم عقده رسميتها اثنين وحطيت لها سهم، السي مو يقول هن قبلها الاثنيناتين، اذا احط لهم عقده مشتركه يطلع من عندها السي. الثالث يقول الاي لازم تكتمل قبل البي والسي، معناها أنا الأي من رسمتها بديت بيها من واحد للبي، البي والسي يعني من واحد العفو لاثنين، هذا آخر واحد من واحد لاثنين، هذا النشاط أي، نشاط بي وسي راح يطلعن اثنيناتهن من اثنين يسبقهن أي، نشاط بي وسي يسبقهن نشاط أي، كاتب نشاط أي يجب أن يكتمل قبل النشاط بي وسي، قبل ما يبدي نشاط بي وسي، فاكتمل نشاط أي من واحد لاثنين، واثنين هنذن يطلع من عقدة اثنين
بهالاسلوب هذا نقدر احنا نرسم المخطط مالتنا. يلا هسه راح اوقف وبعدين اكمل لكم بغير تسجيل.